بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله ومبارك لك. الله يفتح عليك ويبارك فيك بإذن الله تعالى. ربنا يكرم. دائما يعني تؤذنا أزدا على الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة وهذا المنبع الصافي. نعم. ألا تعترف بقوانين الحياة الاقتصادية الموجودة خصوصا ونحن نتكلم في مسألة الربا؟ الملاحظ في اللغة العرب هنالك سياق الكلام وسياق المقام. كيف ترى سياق مقام آيات الربا في القرآن الكريم؟ ما شاء الله. أو في هذه السورة تحديدا. ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صلى الله عليه. فما أروع هذا الطرح وما أجمله. بارك الله فيك. وما أفهمك. وأسأل الله أن يتفضل علي وعليك بفهم قرآنه. آمين يا رب العالمين. وبالعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. هذا السياق جاء في سياق طويل جدا للحديث عن غزوة أحد. غزوة أحد؟ نعم. سياق مختلف تماما عن تقريبا فيما يقرب من 60 آية. الله في آل عمران. نعم. عن غزوة أحد. وتعجبت ووقفت طويلا متأملا مندهشا، لماذا وسط هذه الآيات ووسط هذه الأحداث المشحونة بالآلام والآمال، جميل، والجراح والأفراح، الله الله، لماذا يأتي هذا النهي الرباني لأهل الإيمان بالرب العلي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ مع اختلاف السياق حرب وجهاد. أنا وقفت طويلا. لما يا مولانا؟ واطلعت على، بلا مبالغة والله، صادق، ما يربو صادق على 100 تفسير لسادتنا ما شاء الله وأئمتنا. لأن السياق غريب وعجيب، وأنا على يقين أن القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبحان. فوجدت أن الحق تبارك وتعالى حين تحدث عن غزوة أحد بعد الآيات التي ذكرناها في اللقاءات الماضية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا إلى آخر الآيات، بعد هذه الآيات مباشرة محمد بدأ الحديث عن غزوة أحد. نعم. من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل بنو سلمة وبنو حارثة والله وليهما، عصمهما من الفشل. الله أكبر. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلى آخر الآيات، حين قال له جل جلاله، أو حين ذكرهم بعد ذلك ببدر حتى لا يصابوا بالهزيمة النفسية فيما أصابهم في أحد، فذكرهم ببدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وعاد السياق مرة أخرى للحديث عن معركة أحد، إلى أن بلغ إلى قوله تعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إما أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إلى هذا النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم بعد ذلك عاد السياق مرة أخرى الحديث عن معركة أحد. لماذا هذا التوسط؟ والمقام مختلف. الله يبارك فيك وإياك بإذن الله تعالى. الله جل جلاله الذي خلق والذي يربي خلقه بما شاء
والذي يربي خلقه بما شاء. أراد أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن الارتباط بين الجهاد في ساحة الميدان لا يتحقق النصر فيه إلا بالانتصار في ميدان النفس. الله، مرة ثانية هذه الجملة رائعة. أراد الله جل وعلا أن يعلم الصحابة وأن يربيهم والأمة من بعدهم على أن ارتباطا وثيقا لا ينفك أبدا في أي عصر أو مصر بين الجهاد في ساحات الوغى وميادين البطولة والشرف في ساحات الجهاد وبين الجهاد في أخطر ميدان ألا وهو جهاد النفس. هو الجهاد له درجات ومراتب؟ أحسنت، له مراتب. أحسن الله عليك. أحسن. نعم. له أربع مراتب الجهاد؟ نعم. وجهاد يعني أربع مراتب، أربعة مراتب يا دكتور محمد. ما هن؟ لا، أربع مراتب، معذرة. نعم. له أربع مراتب. نعم. نعم. مخالف. نعم. تندرج تحت كل مرتبة منها مراتب. إلى كم مرتبة الكل؟ 13 مرتبة للجهاد؟ نعم. تفاجئنا يا مولانا. والله الله يبارك فيك، أتحفنا وأمتعنا. أربع مراتب. أولها أيوة. وأخطرها جهاد النفس، صوت الجهاد في الحرب، في سبيل الحرب، في سبيل الله يعني. لن تستطيع أن تنتصر في الميدان في سبيل الله إلا إذا انتصرت على نفسك فقضيت على الشهوات والشبهات والمطامع والمطامح. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة يا مولانا. وبعدين جهاد النفس، إيه اللي جاب الموضوع ده؟ الموضوع الجهاد والحرب والقتال. جميل. نتكلم في الحكاية دي بعدين. جميل. جهاد النفس يا دكتور محمد أخطر من الجهاد في الميدان. من حيث ماذا؟ لا تستطيع أن تحمل السيف في الميدان ليكون جهادك في سبيل الله إلا إذا طهرت نفسك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل في أرض المعركة. نعم. للمغنم، عاوز الغنيمة. حديث مرعب، وارد جد نستمع. وما والرجل يقاتل للذكر، عاوز الفضائي، فلان شجاع، فضائية بطل، تنقل بقى والإعلام ينقل. آه الإعلام ينقل بقى. والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، بطل، فارس، مغوار. فمن في سبيل الله؟ ولا واحد من دول في سبيل الله. الله أكبر. في أرض المعركة. طب يقاتل ربما يموت، وحيموت. يموت. شوف النبي جاء بيقول إيه؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ألا بحنانيك بقى، إذن هنالك ضابط للشهادة. الله أكبر. ليس كل من قتل في الحرب هو شهيد. لا. وليس كل من ذهب شهيد. يطلق عليه في الظاهر شهيد. ومع التأصيل، ما هنا نؤصل. نعم. من هو بقى الشهيد الذي في سبيل الله؟ متى تتحقق في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثبت في الصحيحين يا دكتور محمد حديث مرعب آخر جدا، تفضل. أن الصحابة أثنوا على رجل في أرض المعركة، قالوا يا رسول الله إن فلانا لا يدع اليوم شاذة ولا فاذة إلا وتبعها بسيف. قال هو في النار. ولما كان ذاك؟ شايف الوعيد جدا، هو لسه في أرض المعركة ويحارب، ويحارب ولا يدع شذة ولا كشف الغيب للرسول في أعداء الله، والرسول يقول وحي إليه أنه طبعا قال هو في النار، لا يتكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، الرجل ما زال حيا. فواحد من الصحابة قال لا لا لا، الأمر في حاجة، لن أدع هذا الرجل، لن أتركه. يراقبه. حصيف، حصيف جدا. فراقبه ولازمه، قال إذا جرى جريت معه وإذا وقف وقفت معه، حتى أصيب بسهم فلم يتحمل فوضع رمحه واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه، انتحر. فقال أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر.
إذن كان هذا يقاتل للذكر. للذكر. ولذلك يا الله لا يجوز لأحد البتة أيوة أن يحكم على أحد في أرض المعركة ولو كان مع المصطفى أنه شهيد، بل نرجو الله فيما يبدو لن أن يتقبله عنده الشهداء. لا يعني النقطة لما نقول فلان الشهيد رجاء في الله نقول إيه؟ نرجو الله فقط. نرجو أن يكون شهيدا، أن يكون شهيدا، ما نقولش ده فلان شهيد لأنني لا أعلم نيته فيما يبدو لنا حتى على الأقل. يبقى إذن الحكم يكون مقيدا تأدبا مع ربنا، نرجو الله أن يتقبله عنده في الشهداء. ما الحكمة من هذا؟ هل هذا تألي على الله يعني؟ نعم، أنت دعك أقول فلان شهيد. روى البخاري وغيره أنه لما قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي لك أن الله أكرمك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك أن الله أكرمه؟ الله قالت الله. فمن يا رسول الله؟ وهو من هو يعني؟ وهو من هو؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فإني لأرجو له الخير، لأرجو له الله. الخير الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني لأرجو له الخير. ثم قال بأبي وأمي وروحي ولا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. إله إلا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يرحب هذا. نعم، لا حول هذا مقام من عرف ربه يا دكتور محمد. يا الله، هذا غفر الله له ذنب ما تقدم وما تأخر. الله يبارك فيك، هذا مقام من عرف جلال ربه وعظمته وجماله وسلطانه وقهره سبحانه وتعالى. يعني لا نقول فلان شهيد، نرجو الله أن يتقبله عنده في الشهداء أيا كان، حتى ولو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا حكم الله عز وجل لهم بالشهادة، إلا إذا حكم لهم رسول الله بالشهادة. ارتقى لا تحسبون الذين قتلوا في سبيل الله هذه شهادة الله لهم وشهادة رسول الله لهم. ارتقى النبي يوما على جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، فقال ارتج الجبل وارتجف. الله أكبر. نعم، خلي بالك أحد كان بيحب النبي. الله أكبر. الجبل الله. وهل جبل. يحب الجبل الحجر؟ لأنه أقول لحضرتك احنا ابتعدنا قوي جدا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال الجبال. والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أحد جبل يحبنا ونحبه. أحسنت، بارك الله فيك. اهتز الجبل، ارتجف، أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. طيب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا أحد أثبت أحد بهذه الكلمة نصا نصا، والجبل يفهم ويعي ويعرف نصا أثبت أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أثبت أحد. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الله أكبر. من الذي حكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لعمر وعثمان بالشهادة. الرسول عليه الصلاة والسلام. شهيدان. يبقى شهيدان. شهيدان. لكن أنا من أنا؟ لا. من أنا؟ لا شيء. لا تتجرأ، وإنما تضرع إلى الله جل وعلا وقل اللهم ارزقني الشهادة، اللهم تقبل فلانا عندك من الشهداء. وأبشرك في حديث سهل بن حنيف، حديث سهل بن حنيف في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق 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 بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشهادة يا رب العالمين. حتى هو على الفراش خالد بن الوليد، نحسب خالد بن الوليد هكذا يعني مات على الفراش. نعم، وهو من هو ولم يقتل في ساحة المعركة، وهو من هو. نعم، الشاهد أن الحق تبارك وتعالى يريد أن يربي الصحابة والأمة بعدهم على أن ينتصروا في ميدان النفس. بماذا؟ بأكل الحلال، بالبعد عن أكل الربا، باتقاء النار،
معذرتك يعني كتلميذ لفضيلتك ومحب ايضا، وقت الحرب ده وقت تدريب وقت تربيه، الحرب السيوك لا يتكلم الا السيوف والرماح والنبال والسهام. ذكر القفال نعم في لطيفه جميله والله ما ذكرتها الا اللحظه، بارك الله فيك واحسن الله اليك، قال اعد المشركون جيشهم لملاقات المؤمنين من اموال الربا، فبادر القرآن بتحذير المؤمنين أن يحذو حذو المشركين فيدخلوا في الإعداد لقتالهم شيئا من الربا. وإن كان في ساحة المعركة في لحظة قد تخذل، نسأل الله لي ولك العافية، اللهم أمين، لحظة واحدة حين يتناسى العبد ربه سبحانه وتعالى وينسى أوامره وحدوده، نعم. إن لم تتداركه نعمة ربه ورحمته يهلك. هذا دكتور محمد يعني معذرة في العصر الحديث معي دقيقة، ربما تحتاج مثلا الدول التي تدخل الحروب مثلا للسيطرة على مصادر الناس وأموال الناس وأخذها هكذا بالقوة أو بالسلطان أو بالقانون، بغية الحرب لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، هل هذا يقره الشرع أم لا؟ لا لا يقره الشرع، الظلم الدفاع عن الوطن، لا الدفاع يعني. جاهز انا لا انا فهمت بحجه الدفاع عن الوطن ناخذ الاموال اذا يعني. اذا كان باخذ المال من الناس القادرين على ذلك والاعداد، بل انت مامور بهذا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم ألهم منافقون لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم تظلمون. في سبيل الله أيضا، في سبيل الله أيضا، هل أنت مأمور بهذا؟ الله. بل يجب على الأمة أن تكون الله. مستعدة دائمة لهذا الأمر. طب وإذا كانت الأموال من مصادر ربا أو مصادر لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز، لا يجوز أن تتقرب إلى الله بالجهاد في سبيله بما حرم عليك. طب وإذا كنا نتصور أننا سنهزم يعني لأنه نشتري عدة وعتاد وسلاح، بل ستهزم إن أكلت الحرام. الله أكبر. فالوسائل في الشرع لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى إن كانت الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة يا مولانا، هذا عند بكفلي وعند الإسلام ماذا؟ وعند الإسلام الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى إن كان مقصدك نبيلا لكن الوسيلة التي ستستطيع أن تصل بها إلى هذا المقصد محرمة يصبح المقصد محرما كذلك لحرمة الله الوسيلة. الله أكبر، هذا الله ديننا أكبر. الله أكبر. أضرب لك مثلا سريعا، فضل. هب أن دولة من الدول تمر بمرحلة اقتصادية شديدة تأزم، فقيرة، نعم، وعندها من الأراضي الشاسعة التي زرعت عنبا، تمام، لو باعت هذا العنب ستحصل قدر معين من المال، سليم، لو حولت هذا العنب إلى خمر ستحصل أضعاف مضاعفة، صحيح. فيأتي متفزلك ويقول من أجل الإنعاش الميزان الاقتصادي وإلى آخره نحول هذه المساحات الشاسعة من العنب إلى خمر، نقول هذه، يقول من أجل مصلحة، فنقول هذه مصلحة مهدرة ملغاة محرمة، لأن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مصلحة شرعية وهي التي نص عليها القرآن والسنة، تمام، بما أحله الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله، هذه المصلحة الشرعية التي أمرنا بها، والمقابلة لها المصلحة المهدرة أو الملغاة وهي المصلحة المحرمة التي تناقض المصلحة الشرعية، وتأتي بينهما المصلحة المرسلة التي لم يأتي عليها نص لا من كتاب ولا من سنة، وإنما يرجع إلى فهمها من خلال القواعد العامة القرآنية والنبوية، كقضية مثلا جمع القرآن، ما جمعه النبي في الصحف من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة، ولو قيل مثلا أن مصارع العنب هتروح اللي بيشربوا الخمر، حاشا لله، مش للمسلمين، حاشا لله، لا يجوز، احنا مش هنوزعها في بلاد الإسلام، هنطلعها برا اللي بيشربوها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احذر التحايل على ربك، فالله جل جلاله غني، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. أيوة. فسوف يغنيكم الله من فضله. الله الله الله. جدد إيمانك الله. به واعلم اسمع العبارة دي فضل. ونختم بها. فضل. واعلم أنه جل وعلا يرزق الكفار. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار. لا إله إلا الله. كلا ورب الكعبة. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. آمين. مرة ثانية الجملة أحسنت. اعلم أن الله يرزق الكفار لأنهم عبيده. لا. فهل يرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا إله إلا الله. لا والله. لا والله. لا والله. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. حديثك ذو شجون يا مولانا. الله يبارك فيك. ألقاكم في حلقة إن شاء الله. الله يحفظك. ولك بإذن الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نشكر حضرتكم. ارجو قبل ان تختم سامح لي مسموح ان تبدا في اللقاء القادم باذن الله بتكمله الحديث عن مراتب الجهاد. يقينا. حاضر. حتى لا انسى. حاضر باذن الله. لانها في غايه الاهميه والجلال. حاضر ابشر باذن الله تعالى. منكم نتعلم زادك الله علما وفهما. الله يبارك فيك ولك بزياده ان شاء الله رب العالمين وفيك بارك. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله فضيله الشيخ الدكتور محمد حسن. وحتى يدومنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء. إن الذي ناداكم رب السماء. فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء. سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء. يا أيها شرف عظيم للورى فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء. يا أيها نادى بها من آمنوا من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء. فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء.